نسخة العام 2021 وضعت تحت شعار صفر ملاريا ورسم خطة بشأن الملاريا، ويمثل هذا الشعار خطة مهمة للقضاء على هذا الداء بالنسبة للحكومة التشادية وشركائها الفنيين والماليين. كما أن الاحتفال يعد فرصة للتذكير بأن مكافحة الملاريا تتطلب استثمارا طويل الأمد والتزاما سياسيا متجددا لتوسيع نطاق الاستراتيجيات التي تهدف إلى تحقيق الأهداف المحددة للعام 2030. وقد رصدت منظمة الصحة العالمية في تقريرها للعام 2019 بأن معدل الإصابة بالملاريا انخفض عالميا بين عامي 2010 و 2018 من 71 حالة لكل 1000 شخص معرضين لخطر الإصابة بالملاريا إلى 57 حالة لكل 1000 شخص. كما ورد في التقرير نفسه بأن حالات الإصابة بالملاريا في تشاد تفوق الأمراض الأخرى بكل من المستشفيات والمراكز الصحية، وفقا لتقرير آخر صدر عام 2020 من قبل البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا. ففي مجال الرعاية الصحية خضعت 82% من حالات الملاريا للعلاج، ومن هنا تأتي أهمية إعطاء الأولوية للوقاية من هذا المرض والتعامل معه. كما تم توزيع مبيدات حشرية وناموسيات لأكثر من 260 ألف امرأة حامل، وكذا تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 إلى 11 شهرا ضد هذا الوباء. كما أن عامي 2020 و2021 شهدا أحداثا بارزة تتعلق بمكافحة الأمراض المعدية، إضافة إلى جائحة كوفيد-19 التي أهزت العالم بأجمعه. وأن نسخة العام 2021 تشمل العديد من الأنشطة، منها حملة توعوية وتوزيع الناموسيات والمبيدات الحشرية وأنشطة أخرى. كما أن اختيار موضوع هذا العام يظل تحديا دائما، لأن عام 2021 هو عام محوري لمكافحة الملاريا في بلادنا.